بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا مخيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو اتخذت وكيلا، واصبر على ما يكونون وأجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة وماهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا عليما. إن يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فصع فرعون الرسول فغناه وحثا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما عددا نشيبا. السماء منفتر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تصوم وتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفردوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ما شاء الله تكتير الله.